شاء الله قاعد تكونوا بخير بكامل خير. اليوم جبنا لكم حصة جديدة، جولة سياحية إلى شاطئ مداغ الموجود في ولاية وهران، الكشف عن موقع خيالي عين الحانية تاع مداغ، نسوخس، شواء سردين على الجم وتحضير الشاي كيما موالف، وكذلك في الأخير عندنا البحيرة في شاطئ مداغ وحضرنا الزوبعة العربية. واش نقول لكم، كملناها بجولة إلى الأندلس أكل الجلاس في عين الترك. تابعونا حتى للتالي باش تعرفوا التفاصيل الخرجة نتاع اللي دارت 12 سبتمبر 2020. نشكر كل من ساهم معنا لإنجاح هذه الخرجة السياحية والتجوال، وإن شاء الله تكون عندنا عودة عن قريب إن شاء الله. وفي طريقنا إلى شاطئ مداغ تلاحظوا من البعيد جزيرة تسموها جزيرة أبيباس الموجودة في ولاية وهران، من أشهر الجزر الموجودين في البحر الأبيض المتوسط. الموقع الذي نخوضه اليوم هو لا سوق دو مداغ، وحنا في طريق إليه إن شاء الله. وهنايا البلاصة لقيناها فيها رشطب وفيها الكصب بزاف، ما قديناش نفوتو، الوغ بنينا نرومبو شوية، مي الحمد لله انا غيوسي اغيفي على سورس. كيما قلت لكم الماء ما كاش فيها بزاف باسكو الصيف وكل شيء مع الشتاء ما صبتش من ناحية الغرب، مي سافا اقعد هنا. وعلى سوق وهنايا البلاصه لقيناها فيها رشطب وفيها الكصب بزاف، ما قديناش نفوتو، الوغ بنينا نرومبو شويه، مي الحمد لله انا غيوسي اغيفي على سوق. كيما قلت لكم الماء ما كاش فيها بزاف باسكو الصيف وكل شيء مع الشتاء ما صبتش من ناحيه الغرب، مي سافا اقعد هنا. يكون في علمكم ان هذه المنطقه توفر على ثروه نباتيه مثل المقرمان، القصبه، الرمت والذرو. هدفنا هو تشجيع السياحه الداخليه في الجزائر، وكذلك الحفاظ على الثروه الطبيعيه وتثمينها والحفاظ على البيئه. بلا ما ننساو كنصيحه اللي ديما نقولها، اذا ذهبتم الى هذه المناطق حافظوا على نظافتها، وهذه لنحمو نفوسنا ونحمو الطبيعه، نوتخ دام ناتور. نبتة اليوم هي نبتة الذرو اللي لقيناها متوفرة في هذه المنطقة، سي لو بيستاشيي لو لونتيسك، عنده فوائد
جد 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 صحية للإنسان، علاج أمراض الفم والأسنان، التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم، وتقليل من حموضة الفم. زيت الدرو يستعمل في علاج أمراض الروماتيزم والإسعال المزمن وطرد البلغم، وكذلك يعالج الحروق في الجلد. نتمنى تكون هذه المعلومة نفعتكم. نفوتو لا دوزيام بارتي تاع لي غرياد. Retour pour la fin de la journée tana rahna la plage de Madar kant kan lbahar chouya mhlak mais on a passé des bons moments. من بعد جا ريح قوي اللي خلى كاع الناس يغادروا المكان. Oh là là, c'est le Texas. درت لكم لو غوزيمي تاع لا جورني نتاعنا في 10 دقائق. نتمنى تكملوا كاع الفيديو وتعطوني ارائكم. ما تنساوش تبارطاجو الفيديو، جام بارطاج اي ابوني ا ما شين.